انا نويصر مراد الابن الاكبر ديال الحاج احمد نويصر الملاك ديال العقار 27 شارع المهدي بن بركه اللي تيقولوا هو اللي تسبب في هذه الفاجعه. فعلا نيت الاب ديالي كان متهور ولكن كان تيمشي تياخذ رخص هكاك ماشي تيجيو يشوفوا شنو كاين ولا تيراقبوا ولا يباشروا شنو واقع في الورش تيعطيوه رخص هكاك هو تا هو داير داكشي اللي بغا تيبني. وكان عنده الابن ديالو نويصر سي محمد والابن ديالو نويصر خالد والزوجه ديالو حفيظه الجد اللي هي كانت الخادمه عنده في الدار ملي توفات مرته تزوجها كانوا هو ضعف الاخر ديالو ولا تيدير ليه كوش ولا شاد القنص وهما زايدين ليه فيه تيهودوه تيركبوه في الطوموبيله تيديو للجماعه تيقول وهما اللي تيقولوا ليه يدير. وبدا تيبني تيصيفط لياجور يلاه يلاه الناس ساكنين على نيتهم عايشين في ديك الدار واني ما عارفش شنو واقع في ديك الدار. كدليل في الاخر الاخ ديالي تيديكلاري للجيران قال لهم انا عندي الرخصه باش تنصوب هاد الخدمه هادي ولكن توضح ان الرخصه ما كانتش وباش يموه ان الرخصه كاينه جابوا واحد داك السابوطاج باش يجيروا العمارات ودار السابوطاج والناس تيشوفوا انه باغي يجير وانا ما تيجيرش تيقوم بالاصلاح ديال البودره والبودره الرئيسيه اللي وقف عليها الدار. جاب معلم عشوائي ماشي معلم اختصاصي وبدا تيضربوا وبداو تيديروا داكشي اللي بغاو هما. يا المعلم بعد تغلب ماشي الحرفه ديالو على الاخر بدا تيدير في الطبليط وبدا تيسد العيب ما بان حتى دازت عليه واحد شي ساعه ونص ساعتين ما جاكش شحال داز عليه. فاذا بالناس كانوا مهيئين الفطور ديالهم ساقوا الخبر ان الدار مهيئه للسقوط ولا اللي تيبغي يحل الباب ديال الدار ما تيقدرش تحليه. هادشي نهار الخميس اللي تيبغي يسد الدار الباب الدار ديالهم تيبغيش تسديه. الناس فاقت بين مرض الدار تزعزعات واحد الساعه بداو تيبان لهم ان الشق بدا تيكبر. مع الخامسه مساء ديال الخميس ديال نهار الخميس الناس بداو تيعلموا بعضياتهم تيخرجوا الور الخدامه ما علمتش الناس ديال الكاتريام والسانكيام كانوا اخر من علموا. ولكن اكتشف حقيقه ان با تسد عليه انا تسد عليه باش ما يتكلمش ما يقولش الحقيقه ما يقولش انا كانوا تيشدوني تيديوني تيقول لي قول تيشدوني تيقول يستنوني الورقه ويقول لي دير. نواصر سي محمد ونواصر خالد وتنتهم انا تنمشي تنتهم خويا ولا تنتهم مرت الزوجه ديال الاب ديالي تنقول الحقيقه ان جيراني كبرت معاهم والوالدين ديالهم كبرت معاهم اللي تيتموا لا اللي في جنبي العمارات اللي في جنبنا لا كل شيء. ناس كبروا معايا شبت حداهم تنعرف الكبير والصغير حشومه عليا وعيب وعار نقول كلمه ديال الكذوب وديال الغدر. وهذا الشيء تنشهد به هنا وفي الدنيا الاخرى وانا بريت الدم ديالي امام الجيران ديالي والساكنه ديال الحومه.